هذا ملهم وهو لأمه الإلهام كله، يهديها الطريق وتهديه الأمان. بالقلب تبصر وبالعقل تقول أراك. فقدي للبصر كان بشكل تدريجي بسبب مرض وراثي يتناقص كلما تقدمنا في السن، النظر ما بشكل منتظم أو بشكل ممكن أن يعني نعتمد عليه، ولكن هو بشكل تدريجي. كنت قبل فقدي للبصر بشكل كبير يعني قادرة على القراءة، الرسم، التصوير والكتابة، كنت صديقة جدا للقلم والدفتر، وأيضا كنت يعني كما نقول أمارس حياتي بشكل طبيعي جدا. ملهم هو ابني يعني اللي تقريبا الآن عمره أكثر من 4 سنوات ونصف. بدايتي معه طبعا وتربيتي لهذا الطفل كانت حتى قبل ميلاده، في مسألة التخطيط لاستقبال طفل، كيف ممكن أن أنا يعني أكون قادرة على القيام بدور الأمومة بشكل جيد. يعني ملهم هو طفل صغير، قبل حتى كنت في البداية قبل ما كان يبدأ كما نقول يناغي أو يصدر أصوات كنت أشتاق جدا لأني أنا أعرف تفاعلاته، فكنت أحتاج إلى معرفة صوته. بدأ يضحك وبدأ يتفاعل، بدأ يخرج بعض الأصوات، كان أيضا مهم جدا عندي أني أنا أستمتع بهذه اللحظات. كان في نوع من في البداية لما بدأ نقدر نقول يتحرك في محيط بسيط، مهتم جدا بالتفاصيل، أعتني بأنه ما يكون في أي شيء خطر حاد حواليه، ممكن أنا لأني ما أشوفه، فمن البداية كما نقول نعمل تمشيط للمكان بحيث أنه هو يكون في بيئة آمنة. أبدأ يعني أقرأ لملهم في كل فترة عمرية بشكل مختلف، أحفظ طبعا كل صفحة وش محتواها وش الصورة الموجودة فيها بمساعدة أبو ملهم أو حتى أخواتي أو المحيطين بي. فبعد ذلك أبدأ بقراءة هذه الصفحات لملهم، أتفاعل مع الألعاب، كنت دائما أحب الألعاب اللي فيها صوت في المرحلة الأولى بحيث أن احنا نقدر نعرف وين اللعبة وصلت، وين ملهم الآن يلعب، على أساس أن تحركت في المكان أقدر أني أنا أخذ حيطي والحذر يعني بحيث أن ما أصطدم به أو ما أذيه. كان نوعا ما عندي صعوبة في مسألة إطعامه بالملعقة، لكن بعد ذلك لما بدأ يكبر أكثر حسيت أن الآن أصبح الأمر أسهل. يعني كنت أكثر شيء أحب مثلا أفضل أني أطعمه بمثل ما نقول القنينة أكثر من الملعقة، كون أن في صعوبة أني أجد وين فمه والطفل يتحرك وهكذا. لكن لما بدأ الطفل يكتسب بنفسه ويأخذ لقمة نقول بنفسه أصبح الأمر أكثر سهولة. تأسيس علاقة جيدة مع الشريك هو اللي يساعد بعد ذلك على بناء أو القيام بالمهام بشكل أفضل، لأن دائما احنا نعرف أن التربية هي شراكة بين الأب والأم. طبعا مواقف كثيرة نمرها مع ملهم في البداية، يعني مسألة استيعاب أصلا أن أمه ما لا تستطيع أن ترى، فهنا مريت بمواقف كثيرة مع ملهم. في البداية كان طبعا ما يستوعب نهائيا، حتى مثلا في فترة من الفترات كان يريدني ألمس الألوان، وكان يتضايق مثلا إذا قال لي أعطيني مكعب لونه أحمر وأنا أعطي أخضر، ويتضايق وحس أنه هو يبدأ حتى يعني يستفز الموضوع. لحد الآن أصبح عنده إدراك، بدأ يسأل ليش أنت ما تشوفي، ليش عينك مريضة، طيب ليش ما رحت للطبيب، إيش قال ليش الطبيب، فهنا يبدأ يستكشف أكثر. لما صار أكبر صار عنده الوصف أكثر أو أفضل مثل ما نقول، تعلم من المحيطين، من تعامل والده معي، من تعامل أخواتي وناس المحيطين، بدأ هو بنفسه يوصف لي الصورة، يدلني على أشياء، تحركي مثلا يمين، ماما إذا رحت يسار بتحصلي كذا، مثلا لما نكون رايحين في السيارة أو راكبين يقول لي تو مثلا على يميننا مسجد، فيبدأ هو أيضا يوصف لي الصورة مثل ما تعلم من الآخرين. الخير في